انت شايف من وجهة نظرك لما رئيس اتحاد افريقي مثلا زي عيسى حياته يقعد بتاع اكتر من 30 سنة، هل ده ممكن يولد بقى فساد، او ممكن يبقى فيه تراخي، او ممكن ميبقاش فيه قرارات تتخذ عشوائية، ولا في يعني ما انا معرفش يعني رئيس يقعد 30 سنة دي انت بتمثل ليك ايه؟ طبعا محتاجة يعني تجديد. طبعا بالظبط، لكن ساعات انت ما يعني بتخاف منك تجدد، بتبقى الرئيس اللي موجود على مستوى يعني متميز وفاهم الملفات كويس، بيبقى صعب انك، وافريقيا صعب انك، لكن طبعا الفترة الطويلة بتخلي حتى هو الشخص نفسه مش مهتم بالعملية يعني في الاخر. هل الفترة الطويلة بتفتح تجاوزات كتير قوي في اشياء كتيرة جدا؟ لا هو مش تجاوزات، ان هو الفترة ان بيبقى ما بيبقاش فيه الرأي والرأي الآخر بيبقى محدود، والناس ما بتحاولش انها تقول رأيها، خلاص كل لكن واحد بيستنى بقى. يعني برغم ذلك انا نجحت في التعامل مع مستر رئيس حياته، وهو قال لي زوجتي، قال لها انا يعني بفهم يعني طبعا الرئيس انك تعترض عليه تقول له ده غلط وبتاع، يعني لازم تلاقي طريقه. فهو اما كان يعني بيستشرني في حاجه، لو انا موافق بقول وموافق، لو مش موافق ما ب يعني ما بردش يعني، باخد يعني بيحس بقى هو. هو بيعرف، هو فهم الطريقه ان انا لو ما قلتش يبقى انا مش موافق على البتاع، طيب فبيعيد احنا لو قلت دراسه لك مثلا الموضوع. شهادتك في عيسى حياته، انت قعدت معاه فترات كبيره جدا، هتقول عنه ايه؟ لا هو يعني اداري ويتميز يعني، واداري متميز، لانه في الكاميرون برضو ابتدى في، هو جاي من عائله سياسيه في شمال الكاميرون، وهناك بيبقى فيه زي قبائل ويبقى فيها سلاطين، ووالده كان سلطان القبائل في الشمال يعني العمدة بتاع البلد. الكاميرون. فهو عنده خلفيه غير الخلفيه الاداريه اللي اتمرن فيها في اتحاد الكاميرون وفي وزاره الرياضه، كان رئيس جهاز الرياضه والشباب الاثنين سوا، انه هو عنده خلفيه سياسيه كمان، كمان فقدر دي ساعدته ان هو يدير يدير الاتحاد الاتحاد الافريقي. الافريقي باقتدار، لكن برضه الفتره الفترات الاخرانيه الطويله فتره زياده فتره يعني. هو زياده. لو كان مثلا في الانتخابات الاخرانيه دي قال ان هو مش هيكملها من الاول، هيقعد مثلا فتره ان لغايه ما الكاميرون ينظم كاس الامم الافريقيه ويسيب رئاسه الاتحاد الافريقي، كان يمكن ما جاش احمد. طيب بكل امانه بكل صدق، هل الفتره اللي انت وليتها مع عيسى حياته في الاتحاد الافريقي الفتره دي كان فيها فساد؟ لا ما فيش فساد، ممكن يكون عملنا قرارات ما كانتش صائبه 100%، انما ما فيش فساد. ما فيش فساد يعني ناس راحت سرقت فلوس او اخذت فلوس، في تزوير في حاجات والكلام ده. التزامات وفي مراقب حسابات، ويعني اتعلمنا دايما ان الفلوس دي يعني مش بتاعتنا، الفلوس دي احنا بنحافظ عليها، بس بنحافظ عليها كانها فلوسنا. امال قالوا ايه ايام عيسى حياته؟ كان في احتقار وده مش موجود في العالم كله، وفي الاحتقار في اذاعه المباريات ومش عارف ايه، دي شركه معينه من هو الشركات. مش احتكار، هو شركه لاجاردير العقد الاولاني اللي اخدناه كان عقد كويس جدا، و جهاز محاربه الاحتكار، انا فاكر ان العقد اللي عملناه في 2007 2008 كتبوا على السايت بتاعهم ان العقد ده لا تشوب اية شائبة، بس شالوا الكلام ده من السايت بتاعهم اما اختلفوا بعدين مع لاجاردير في البتاع. هو العقد كان مليار دولار، هو دلوقتي بيقول ان هو ما كان، اعتقد ان هو كان كويس، بس يعني مش لازم يبقى فيه احتكار، لازم يبقى فيه تجديد للناس، تجديد ممكن وناس شركات تانية تدخل. تدخل وتدي له امتياز بسيط ان هو اشتغل معاك كتير، بس ما يبقاش ان هو محتكر.